ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. نعم، الدليل على وجوب ستر العورة قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن شرط ستر العورة أن يكون بثوب مباح، والثوب المباح لأن المحرم أو النجس لا يكون مبيحا للصلاة، لأن المحرم لا يبيح. والعورة ثلاثة أنواع. نعم، قال: ولا يصف البشرة. معنى كونه لا يصف البشرة ثلاثة أمور. الأمر الأول لا يصف لونها، والأمر الثاني ليس بمشقق، والأمر الثالث لا يكون مفصلا لها. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول لا يكون رقيقا يفصل اللون بأن يكون شفافا، لانعقاد الإجماع على أن الشفاف والرقيق ليس مبيحا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلها المرأة تحت غلالها إذا أرادت الصلاة. الأمر الثاني أن يكون غير كاشف لبعض أجزاء العورة. الأمر الثالث ألا يكون مفصلا، وعندنا فرق بين المفصل وبين المجسم. المجسم معفو عنه، والمفصل ليس بمعفو عنه. المجسم الذي يبين حجم الرأس للمرأة مثلا أو الكتفين، فهذا معفو عنه. دليله أن سودة لما لبست الحجاب قال لها عمر رضي الله عنها: قد عرفناك يا سودة. فأنزل الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والذي استثناه الله عز وجل أمور منها التجسيم، ومنها العينان كما جاء، ومنها قيل غير ذلك. فالمقصود من هذا أن التفصيل هو المذموم، لأن التفصيل ليس بساتر. دليله حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الدرع، فقال: إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، ولا يسمى الثوب سابغا إلا إذا كان واسعاً.